السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا فنانين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة درس جديد نتعلم فيه ازاي نقدر نرسم الدقن الصغيرة بتاعت اي راجل. في ناس كتير ممكن تقابل صعوبة في الاول في انها ترسم الدقن الصغيرة دي، بتكون صعبة شوية، لكن لو ركزنا النهاردة في الدرس هنلاقي ان الموضوع تافه جدا جدا جدا، ما بياخدش لا اي وقت ولا مجهود. احنا هجرب لكم في الرسمة النهاردة في صاب الرباعي، طبعا كلنا عارفينه. لقيت نفسي قاعد برسمه كده، فقلت اعمل لكم بالمره او اوضح لكم ازاي برسم الدقن الخفيه بتاعته. طبعا زي ما انتم شايفين انا كل اللي عملته ان انا خلصت الوش كله وعملت التظليل بتاع البشره اللي تحت الدقن. يعني اول خطوه اعملها بعمل التظليل بتاع البشره اللي تحت الدقن عادي جدا. في ناس بتغلط غلطه كبيره جدا وبتبدا تعمل الدقن او بتبدا تعمل الشعر على نفس اللون بتاع الورقه على طول، وطبعا دي غلطه كبيره جدا جدا بنقع فيها. طبعا اول واهم حاجه لازم نعرفها ايه هو القلم اللي هنستخدمه في رسم الشعر. طبعا لازم نختار قلم غامق جدا، وده هيكون 7 بيز اللي احنا شايفينه، 7 بي ماركة ستيدلر او قلم 8 بي ماركة ستيدلر، وده انضف منه بكتير، او مش انضف، خلينا نتكلم يعني بشكل فني اكتر. القلم ده بيدينا الغمقان قريب جدا من القلم الفحم العادي زي ما احنا شايفينه، هو ده ماركة ستيدلر اسمه 8 بي بلاك عشان الناس اللي بتسأل عليه. القلم ده ممتاز جدا جدا، بيديني نفس لون الشعرية الحقيقية اللي هو اللون الاسود الداكن اللي مش قالب للرصاصي، لان طبعا كلنا عارفين لو استخدمنا قلم رصاص عادي مهما كان درجة غمقانه هيدينا برضو اللون الرصاصي مهما كان غامق. انما القلم ال 8 بي بلاك اللي انا هستخدمه في الدرس النهاردة هنشوف درجة الغمقان بتاعته عاملة ازاي، وازاي بيدينا الواقعية بتاعت الشعراية. وكالعادة قبل ما ابدأ احط ايدي في الورقة لازم اوريكم التكنيك اللي انا هشتغل بيه. دلوقتي انا ببرس القلم جدا جدا وببدأ اعمل التكنيك اللي قدامكم ده، ما هي الا عبارة عن شرط صغيرة زي ما انتم شايفين كده، ما اظنش اللي دي فيها اي صعوبه بالنسبه لاي حد فينا، يعني شرط صغيره غامقه من جنب وفاتحه من جنب تاني. دلوقتي هنطبق بقى الكلام ده على المناخير، على الشنب نفسه، ونشوف الكلام ده هيبقى مظبوط ولا لا معانا. ادي الصوره الاصليه زي ما احنا شايفين كده، نفس الفكره، كلها شرط صغيره قوي متداخله في بعضها سواء يمين او شمال، مش هنختلف. ببدا على قد ما اقدر اقلد نفس الشكل اللي قدام اللي في الصوره الاصليه بالراحه خالص. سن القلم لازم يكون مبري قوي قوي ومدبب بحيث اللي هو يديني السمك بتاع الشرايه رفيع جدا وما زهقش، لازم يكون ايدي بطيئه جدا وما زهقش واشتغل براحتي خالص. نشوف مع بعض كده. زي ما احنا شايفين كده يا شباب انا خلصت الشنب اهو بنفس التكنيك اللي انا شرحته في الاول. ما هي الا شرط صغيره خالص كلها متداخله بتديني في الاخر نفس الشكل ده، مش صعبه خالص، ما فيهاش اي فكره، ما فيهاش اي صعوبه، ممكن شخص لسه بيرسم امبارح يعملها. بس الفكره كلها في رسم الشنب او الدقن زي ما اتفقنا في الاول، هو التظليل اللي تحت الشعر نفسه، يعني الجلد نفسه، محدش يعمل الشعر دوت قبل ما يعمل التظليل اللي تحته لانها تبقى مشكله، مش تبقى واقعيه خالص. دلوقتي هنخش بقى في الدقن ونشوف برضو التكنيك هيكون عامل ازاي. ببدأ اسحب من الشنب كده وانا نازل بالراحة، بعمل نفس الخطوط الصغيرة او نفس الشرط الصغيرة زي ما انا شايف كده. طبعا شغلي كله بيكون من الموبايل او من الصورة انا شغال منها. زي ما احنا كده شايفين يا شباب ما عملتش اي حاجة مختلفة عن اللي انا عملتها في الشنب فوق. هي نفس التكنيك، ما ننساش ان لازم سن القلم يكون مبري، وافضل اعمل في شرط كده زي ما انتم شايفين، شرط عشوائيه ممكن تكون متقاطعه متوازيه في اي اتجاه حسب الاتجاهات اللي موجوده عندي في الرسمه الاصليه اللي في الموبايل، وبالراحه خالص. وكل ما ابدا اعمل او اخلص جزء بيبدا يظهر معايا الملامح اكتر او الشبه اكتر. يعني مثلا خلصت الجزء بتاع الشنب وشايفين حصل ايه، يعني لو قارنا بين دلوقتي وبين قبل ما نعمل الشنب هنلاقي ان الموضوع اختلف خالص. الشنب بيحل الشكل اكتر وبيظهر الملامح اكتر زي ما احنا شايفين. في الدقن برضو ببدأ اعمل الشرط زي ما احنا شايفين بالراحة خالص خالص خالص، ما نستعجلش عشان نقدر نجيب الشرط مظبوطة. نسرع شوية بقى.
كده زي ما احنا شايفين انا خلصت الجنب الشمال كله بالشنب. آه شفتوا الشكل اختلف خالص ازاي؟ اختلف طبعا عن قبل الدقن. آه ببدأ اخش في الجنب اليمين برضو بنفس التكنيك، مفيش اي حاجة مختلفة خالص، كل اللي بيختلف بس هو ممكن غمقان الشعراية. يعني شايف الجنب اليمين دوت لو ركزنا فيه هنلاقي الظل اصلا في الجنب اليمين، فبالتالي الجنب اليمين دوت هيكون الشعرايه فيه اغمق شويه، فانا هدوس على القلم يعني دوسه زياده او اضغط عليه ضغطه زياده شويه بحيث انه تنزلني غامق اكتر، بس هي نفس الفكره بنفس التكنيك بكل حاجه. بالشكل ده نكون خلصنا خلاص الدهن بتاعتنا، بنشطف في اخر حاجة كده خلاص. الوضع طبعا او الشكل كله اختلف عن قبل الدهن. الدهن زي ما احنا عارفين بتغير في الملامح جدا. اتمنى تكونوا استفدتوا يا رب وفهمتوا الشرح البسيط ده. هو الشعر او الدهن مش محتاج شرح كتير قوي، على قد ما هو محتاج ان احنا نعمل التكنيك ده صح. اتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، واستنوني في درس جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.